الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المضي قدما نحو إعمار المناطق المحررة، إضافة إلى حل أزمة السكن التي بقيت ترافق المواطن العراقي، أهم ما جاء في مؤتمر وزارة الإسكان والإعمار في بغداد، حيث يعد هذا المؤتمر العلمي وبحسب الجهات المعنية انطلاقة حقيقية لخلق شراكة بين الخطين العام والخاص. نلتقي اليوم لعقد مؤتمر علمي هذا تحت شعار بالإعزاز بالإعمار نعز الانتصار من خلال أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إعمار المدن المحررة، لنناقش ونتبادل الرؤى والأفكار بما يبني وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة. ما ممكن أنه نخلص من أزمة السكن بالشكل السريع، وال يعني رغم وجود صعوبات مثلا قلة التمويل، التخصيصات المرصودة بالموازنة، المشاريع المتلكئة، يعني نحاول نوصل إلى طرق جديدة بإنجاز المشاريع المتلكئة. عدة بحوث قدمت بهذا الشأن، لا سيما بما يتعلق وضع خارطة طريق لحل أزمة السكن والإعمار في المناطق المحررة، يرافق ذلك تفكيك التقاطع في الصلاحيات الإدارية بين الوزارة والحكومات المحلية. فوجودنا الآن هو عمل تنسيقي ما بين الحكومات المحلية ووزارة الإعمار والإسكان، إضافة إلى أنه بغداد هي من المحافظات المتضررة من الإرهاب، فإحنا جزء من صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة. عندنا أحد البحوث يتكلم على هذا الشيء، معايير السكن الاجتماعي، ما هي الفئات اللي يجب أن تدخلها لهذا السوق، شلون تقدر تجيب هذه الفئات يعني وتقسمها باتجاهات بحيث تقدر أن توصل السكن للجهة اللي تحتاج السكن وليس لكل الجهات، كذلك القروض، كيفية إعطاء القروض لأي فئة تعطي القرض. ويحظى القطاع الخاص باهتمام الحكومة إزاء انخفاض أسعار البترول العالمية من جهة، وسرعة إنجاز المشاريع الحيوية والاستراتيجية من جهة أخرى، وهذا فتح المجال أمام وزارة الإعمار لطرح مناقصات بالتسكين والإعمار للمستثمرين. من بغداد، حسن فالح، الرشيد.